مونتي كارلو الدولية، كافي شو، عاطف علي صالح، رضا جودي، مساحة حرة. مساحة حرة إلى السودان ومن السودان، إطلالة جميلة وإشراقة جميلة في باريس مع الروائي السوداني حمور زيادة رضا. نعم عاطف، سودان وباريس حاضرة في هذا اللقاء وهذا التتويج الجميل الذي حظي به ضيفنا في مساحة حرة الكاتب والروائي السوداني حمور زيادة جائزة التحكيم في معهد العالم العربي عن روايته المترجمة إلى الفرنسية الغرق. يعني أولا سعداء بك في استديوهات مونتي كارلو الدولية ومبروك. الله يبارك، مبروك فيك. للسودان، مبروك للأدب. شكرا جزيلا. يعني عودة الحياة الأدبية مؤخرا مع جيل من الشباب الروائيين في السودان، وأنت ناشط في عدة مجالات وخاصة في المجال السياسي، سنتطرق لهذا الموضوع. يعني أن يكون هناك روائي أدبي سوداني ملتزم سياسيا بخط واضح، هذه أيضا من الأشياء اللافتة مع جيل الأدباء والروائيين الجدد في السودان. أولا أحكي لنا عن هذه التجربة، تجربة ترجمة هذه الرواية، رواية الغرق، إلى اللغة الفرنسية مع المترجمة الفرنسية مارشيلا، وهي صديقة وتحشق الأدب السوداني والأعمال الأدبية السودانية، وكانت في رحلة إلى الخرطوم الشهر الماضي. أنا أعتقد أنه هي الصدف لعبت دور يعني حسم معي في هذه المسألة. ربما كانت البداية هي فيلم سنموت في العشرين الماضي. صحيح. عن قصة النوم عند قدمي الجبل، الفيلم للصديق أمجد أبو العلاء. الفيلم عندما عرض في باريس في 2020 يعني لاقى صدى جيدا، وكتب مقال نقدي أدبي يبدو أنه لقي صدى هذا المقال بمانشيت أو بعنوان ألم يحن الوقت لترجمة حمور زيادة إلى الفرنسية. كاتب المقال التقط من التترات أنه هذا الفيلم عن قصة لي، وطرح هذه المسألة. فبالمصادفة كانت صديقة مارتشيلا في ذلك الوقت لما أكون أعرفها تبحث عن التجديد في تجربتها، هي مختصة في الأدب المصري والعراقي وعدد من الأدب العربية الحديثة، لكن لم تكن لديها معرفة بالأدب السوداني، فابتدأت تبحث عن عمل سوداني لترجمته، فوجدت الغرق. عندما توجهت بها إلى الناشر، كان الناشر قد قرأ ذلك المقال الذي تحدثنا عنه، فرحب بهذه الفكرة، ومن هناك بدأت الرحلة. تواصلوا معي ومع دار النشر المصرية واشتروا الحقوق، وعملنا جنبا إلى جنب حوالي 8 أشهر لترجمة هذه الرواية، إلى أن صدرت في مارس الماضي من دار أكت سود هنا في فرنسا. نعم، وأقمت أيضا ندوة أدبية مهمة عن الرواية السودانية، نظمت هنا في باريس مع عدد من الروائيين والكتاب السودانيين. برأيك يعني هل وصلنا متأخرين للترجمات الفرنسية، أم هو كان عدم اهتمام؟ يعني لا، يعني لا نقول تقصير، ولكن هل هو يعني تأخير من المترجم للاكتشاف الأدب السوداني، أم العكس؟ هو يعني أنا أعتقد أن للأسف السودان منطقة معزولة إلى حد ما من العالم، ويعني السبب في ذلك يمكن نتحدث عنه من مداخل كثيرة سياسية اجتماعية اقتصادية وتفر، لكن يعني دعنا لا نحلل. يعني فقط النشر التجاري عموما للأدب وصلنا متأخرا. الانفجار حصل في العالم العربي كله منذ 2005 تقريبا، 2005 يعني بالأمس، لكن في السودان تأخر عن ذلك. يعني يمكن هذا الانفجار الأدبي والنشر التجاري الكبير يعني لم يبدأ إلا من 2011 مثلا أو ما تلاها، فنحن متأخرين بعض الخطوات عن المنطقة في هذه. كذلك مسألة التراجم، يعني الناس تقدمتنا كثيرا في هذه المسألة. أنا أتحدث هنا عن التراجم التجارية التي تباع في المكتبات، التراجم الأكاديمية والمختصة بمراكز ثقافية وغيرها موجودة، لكن في الآخر هي للأسف قد تكون يعني محدودة الأثر، أو قد يكون أثرها هو مردود للكاتب في ذاته. لكن بالنسبة لأنه توسع شبكة القراء أن يعرفها الإعلام، هذه ما زالت متأخرة. لكن لدينا أسماء،
يعني استطاعت أنها يعني تخترق هذا التأخر وتتقدم بخطوات أمير تاج السر، عبد العزيز بركة ساكن، ستيلا جاتيانو، هذه أسماء استطاعت أنها تفرض نفسها على مستوى ما تكتبه باللغة العربية وعلى تراجمها. يعني كل هذه الأسماء حازت على جوائز عالمية وجوائز إقليمية، ولهم قراء أعتقد في عدة أماكن بعدة لغات. لكن نرغب في الأدب السوداني أن يزداد ذلك، يعني لا يكون هناك أسماء نحصيها على اليد الواحدة. هذا بلد لديه تاريخ، لديه ثقافة، يستحق أن يكون هناك أطياف وأجيال من الكتاب تتراكم خبراتهم. يعني في مصر القريبة تتحدث أنت عن جيل الستينات وجيل السبعينات وجيل الثمانينات، لا نجد مثل ذلك في السودان للأسف. لما نتحدث عن أفراد فتجد شخص بدأ في النشر في الستينات هو الآن مجاير لشخص نشر في التسعينات أو شخص ينشر في الألفينات، لأنه لا توجد أجيال كاملة، يوجد أفراد يستطيعوا النجاة من تلك هناك الظروف السيئة. بين الأجيال بمعنى لا توجد أجيال بالمعنى في تقديري في السودان، يعني بالعكس، لا هو هناك ترابط لأنه لا توجد أجيال تعزل بعضها بعضا. يعني شخص ينشر عمل في السبعينيات مثلا ستجده ناشط في المجال الثقافي ولديه تواصل مع شخص ابتدأ النشر في 2010 مثلا، لأنه ليس لديه جيل يحضنه من أجيال السبعينات يبقى معها، هو مضطر أن يتواصل مع أجيال أخرى. هذا جيد طبعا، لكن نحن نحسن أفراد وليست أجيال، طبقة كاملة. عندك 20 40 50 كاتب نشروا في السبعينيات وفي التسعينيات وفي غيرها، وهذا طبعا حظ يبدو أيضا في جانب منه. محظوظ المشهد الأدبي السوداني بأنه ما فيش صراع الأجيال مثلا. نعم طبعا بالتأكيد، هذه فائدة لعدم وجود الأجيال أنه لا يوجد صراع. نعم، أنا أود أن نسلط الضوء على الرواية المتوجة، رواية الغرق. لو تضعنا في عوالم شخوص هذه الرواية، نحن أمام رواية تاريخية يبدو، صح؟ يعني هي ليست تاريخية بالمعنى، هي تدور نعم في 1969، لكن من الصعب تقييمها كرواية تاريخية. هي رواية اجتماعية تدور في يعني فترة زمنية يعني إلى حد ما قريبة لكن ليست معاصرة. هي تدور في أحداثها، الخط الرئيسي فيها يبدأ في مايو 1969 مع انقلاب جعفر نمير، انقلاب عسكري استولى على السلطة وحكم ل16 عاما في السودان، وتعود أحداث الرواية بعد ذلك في بعض الحكي إلى الأربعينيات، فترة الحرب العالمية الثانية ومشاركة السودان فيها أو موقف السودان منها، ومشاركة رمزية لقوة دفاع السودان اللي أصبحت بعد ذلك الجيش السوداني في الحرب في إريتريا ضد الطليان. الرواية تركز بشكل رئيسي على مسألة التراتبية المجتمعية والقهر الذي يحدث للطبقات الأضعف. في الرواية هناك ثلاث حلقات ضعيفة هي النساء والغجر والرقيق، فالرواية يعني تركز على حكايات هؤلاء الناس وكيف يتعاملون مع قاهرهم وكيف ينظر قاهرهم إليهم وإلى نفسهم. حجم المتخيل والواقعي في هذا العمل الروائي أو التوثيقي إن صح التعبير؟ بالمتخيل أنت تقصد ما هو مكذوب وليس له وجود على الواقع. هو أدبي وفني. هو في النهاية كل الأعمال الأدبية في تقديري هي هذا النوع من الأدب الاجتماعي، هو تخييل للواقع. يعني فحتى ما حدث حقيقة أنت لا تحكيه كما هو موجود في كتب التاريخ أو كما هو موثق في الإعلام، أنت تحكيه برؤيتك أنت وبوجهة نظرك أنت. يعني مثلا مسألة مشاركة القوات دفاع السودان في الحرب في أريتريا، هذه واقعة تاريخية، لكن الشخوص الذين أتحدث عنهم أنهم ذهبوا وقاتلوا وقتلوا هناك وكذا، هؤلاء أشخاص متخيلون، فهذا هو تخيل الواقع في الأدب. يعني السودان بلد الحكايات المنسية، أتيت من بلد عظيم لكنه منكوب، هذه كانت الكلمة التي ألغيتها أنت بعد أن نلت هذا التقدير من لجنة التحكيم في معهد العالم العربي. هذه تصلح لعنوان لتشخيص الحالة السودانية، أنت يعني تتابع عن كثب وتنشط أيضا من أجل السودان الجديد. يعني هذه أيضا واحدة من الأشياء الجديدة على الأدب السوداني، أن يعني يكون هناك جيل من الأدباء مرتبط ولصيق بمعاناة المواطن في السودان، التحدث عنها ليس بترف في الأدب فقط ولكن أن يتعايش معها ويكتب عنها ويتحدى الأنظمة القمعية، وأنت حتى هؤلاء الشخوص. يعني هذه الكلمة لماذا وجهتها ولماذا قلتها في محد العالم العربي؟ السودان بلد الحكايات المنسية، أتيت من بلد عظيم ومنكوب.
هو لأنه يعني فعلا عندما تنظر إلى الواقع الثقافي السوداني في منصات التتويج الفنية حاليا، فالأسبوع الماضي لوحده كان السودان سعيد الحظ في أنه لقي تقدير في مهرجان القاهرة السينمائي وفي غيرها من الأماكن. الأسبوع الماضي فنيا كان أسبوعا سودانيا في أغلب دول العالم، وصحفيا حتى نعم بالفن والثقافة نعم. وكلها والصحافة، لكن في ذات الوقت عندما تفتح قنوات الأخبار أنت تجد أخبار الشهداء والمظاهرات والنظام العسكري، فنحن منكوبون يعني من هذه بلاد تستطيع أن تقدم فن وتقدم حب وتقدم حياة، لكن ما يصدر عنها وما ما يعرفه الناس هو هذه الأخبار السيئة. لقد قضينا زمانا عندما تقدم نفسك للناس أنك من السودان يسألونك هل هي السودان التي فيها دارفور، لأنه ما يعرفه عن الناس هي الإبادة الجماعية. نحن لا ننكر ذلك، هذه بلد الإبادة الجماعية، لكن هذه هي نكبتنا، علينا أن نغير ذلك، ليس نغير الصورة ويظل أصل كما هو، إنما علينا أن نغير هذا الواقع، أن لا نكون بلاد الإبادة الجماعية، لا نكون بلاد المظاهرات، لا نكون بلاد العسكر، أن نكون بلاد ديمقراطية حرة. هذا هو ما نريده. في تلك اللحظة سيصبح من الطبيعي عندما يتصدر الأخبار فوز كاتب أو فنان أو صحفي سوداني له أولوية، أنه جاء من بلد فعلا هي بلد الخير والجمال. جميل جدا فعلا هذا الكلام يعني الإيجابي. أستاذ حمور، زيادة أيضا فيه سؤال حول الجائزة في حدث. أنا دائما أريد أن أطرح أسئلة عن الجائزة وعن الحدث الآن، وكيف تلقيت الجائزة وقيمة الجوائز الأدبية ومعناها بالنسبة إليك؟ هو طبعا يعني نحن كما قال دكتور جابر عصفور نعيش في زمن الرواية، قال هذا الكلام أظن من التسعينيات، لكن نحن أيضا نعيش في زمن الجوائز الأدبية. يعني القرن 21 حمل لنا فكرة هذه الجوائز اللي هي جديدة على الكتابة العربية. يمكن في أوروبا الكتاب معتادون على مسألة الجوائز والتقدير هذه، لكن هي جديدة عندنا، فلا زال هناك فيها لغط كبير جدا في العالم العربي عموما وفي السودان، إنه لماذا تفوز بجائزة، وهل الجائزة استحقاق أم هي فرصة، هل من يفوز بالجائزة هو الأفضل، هل العمل ده صحيح هو الأفضل، لماذا لجنة التحكيم اختارت هذا عن ذلك؟ جدا مستمر. نعم، لكن بالنسبة لي أنا أعتقد أنه هذا نوع من التقدير، وفي اعترافي الذي لا يقوله كثير من الكتاب، أنا أعتقد أن الفنانين عموما يعملوا بالفنون وبالثقافة يحتاجون للتقدير. أنت بلا مردود تقديري، ليس فقط مادي ولا غير، لكن فقط أن يقدر الناس ما تقدم، هذه المسألة تكسر مشاريع فنية كثيرة جدا. أعرف كثر كانوا مبدعين وعباقرة، لكن مشاريعهم لم تستمر لأنهم لم يجدوا تقديرا من المجتمع حولهم أو من الدولة أو من غيره. فالجوائز في حد ذاتها بالنسبة لي أعتقد أنها مردود تقديري عظيم جدا، أن تحس أن ما كتبته وجد تقييما وتقديرا نعم. من جهات، وعندما تكون الجهات مثل ما هذا العالم العربي ومثل هذه الأشياء، فهذا بالتأكيد يعني قيمة كبيرة جدا وعظيمة، وتسعد الواحد وتساعده على الاستمرار في هذه المهنة القاسية، مهنة تقديم الفن. التحفيز، يعني التحفيز مهم حتى من الكوتش، من الخبراء الاجتماع يقول لك لابد أن يكون هناك تحفيز لشخص حتى تتفجر فيه طاقات إضافية ويبدع بشكل أفضل. سنهديك لحن من السودان، هذه هي الفنانة الرائعة إنصاف فتحي، ونهديك لون من الحقيبة. يلا نستمع ونحتفي بك إنصاف فتحي، ونعود بعدها مباشرة لمواصلة الحوار مع ضيفنا الروائي حمور زياد. أنتم مدين في الاستماع لمونتي كارلو والدولي وبرنامج كافش، فاصل قصير ونعود للجزء الثاني.
فتحي. ومعنا أيضا قمر مشرق، إشراقات السودان الأدبية والثقافية والفنية حمور زيادة نحتفي به في استديوهات مونت كارلو الدولية. رضا، نعم عاطف، هذه الأجواء السودانية بامتياز، موسيقى وأدب، وضيفنا الروائي السوداني حمور زيادة بعد تتويجه بجائزة التحكيم في معهد العالم العربي عن رواية غرق، نرحب بك معنا من جديد. مرحبا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ حمور. يعني هناك دائما سؤال عندما نقول هذه رواية من السودان ويقرأ قارئ عربي بعض هذه الفصول يقول لم أجد الطيب صالح أو وجدت الطيب صالح في هذه الرواية، متى نخرج من أو تخرج الأعمال الأدبية من رجل الفيل؟ أعتقد أنه العدد يلعب دور، يعني ما هو برضو العدد عدد الكتاب وعدد الكتب المنشورة وكذا، في الآخر يعني سيخرج الناس من هذه المقارنة. عندما يكون لديك رمز واحد فقط معروف في العالم وتأتي أعمال قليلة، يشرع دائما الناس في المقارنة. هذا موجود في الفن، موجود في الأدب، لكن في تاريخ العالم
يعني لا أحد اليوم يتحدث عن هذه المسألة. مثلا لا يوجد نجيب محفوظ جديد كلما يكتب شخص في القاهرة، مثلا لا يوجد حنمينة جديد كلما ينشر كاتب سوري رواية، لأنه هناك زخم كبير جدا. فنحن للأسف لأنه لا يعرف عنا الناس أكثر من أستاذنا الطيب رحمه الله، لذلك كلما جاء وافد جديد من الأدب السوداني المرجعية الوحيدة الموجودة في أذهان الناس هي الطيب صالح. صالح. لكن في الأجيال القادمة أعتقد عندما يصبح هناك أسماء معروفة مثل الطيب صالح، مثل أمير تاج السيس، مثل بركة ساكن، ستختفي هذه لا أنا أصغر من هؤلاء الناس عمرا ولا قامت في الاثنين. فالأجيال الجديدة بالنسبة لها لن تخضع لهذه المقارنة، لأنه ستكون هناك أسماء كثيرة جدا يقارن بها. لكن طالما ظل الناس كان في الأجيال السابقة يعرفون فقط الطيب صالح، فكل جديد سيقارن بأستاذنا الطيب ولا مقارنة في تقديري. يعني حمور، ممكن في الموسيقى موجود المقام الخماسي في السودان، في الأدب يبدو أنه هناك لغة سودانية، هناك بعد إفريقي يبقى دائما مميز للمنجز الأدبي السوداني. هو طبعا لأنه الفصيح نفسه الذي يعني نتحدثه الآن في كل الدول العربية هناك عدة فصيح، وطبعا أصلا فصيح مصطنع، وفي اصطناعه هذا هو فصيح يعني مطعم بالأصوات واللهجات والعادات المحلية. فنحن أمام فصيح سوداني، فهذا فصيح سوداني. هذا ميزته في تقديري عند القارئ العربي أنه غير مكتشف، هو جديد، فيه طلاوة وجدة. الناس اعتادت على الفصيح المصري، اعتادت على الفصيح المغاربي، اعتادت على الفصيح الشامي، إلى حد ما الفصيح الخليجي عرف، وظل الفصيح السوداني هذا مجهول. يعني تراكيبنا واختياراتنا اللفظية وغيرها غير معروفة بشكل كبير. فعندما تطرح قد تبدو بالنسبة للسوداني يعني مستهلكة، لأنه هذا هو ما الطريقة التي نكتب بها الفصيح، لكن بالنسبة للقارئ العربي هذه تراكيب جديدة، فنحن محظوظون بهذه الجدة فعلا. طيب متى يكتب حمور زيادة؟ بمعنى أنك هل تكتب من خلال فكرة، تكتب عندما تتخمر الفكرة كلها في رأسك، تبدأ بسطر أو بسطرين العمل الرواية أو الأدبي أنت في الطريقة العام، تلتقط فكرة فقط تكفي لعمل رواية، أم هي عملية توالد وخواطر مستمرة تحتاج لوقت من الزمن؟ معايشة وتخمير كما عبرت تستمر أحيانا سنوات. نعم. يعني الخيط الأول كيف تلتقطه لكي تكتب؟ فلذلك قلت لك متى تكتب. الخيط ممكن يأتي بمشهد، يمكن أن يأتي بحدث، يعني يمكن يأتي بفكرة. نعم. هذه مسألة متفاوتة. يعني الغرق بدأت متى كتبت الغرق؟ بدأت فيها أول سطر 2017. ما هي الملابسات هذه؟ 2017 أحكي لنا لأول مرة. خيطها الأول. نعم. موجود في ذهني منذ تقريبا 2010 أو 2011. لماذا؟ هو هذا المشهد الافتتاحي لمشهد الجثة التي توجد في النيل. هذا مشهد أنا عايشته. نعم. في قريتي في شمال السودان. طيب. وظل في ذهني دائما، وكنت أفكر أنه هل أكتب عنه يعني قصة قصيرة في زمن فقط. الشباب وعندما كنت صغير شاهدت هذه الجثة ولا الآن بعد يعني صبي في يعني 19 سنة. جميل. قبل أن تكتب تبدأ الكتابة قبل أن أبدأ الكتابة. نعم. طيب. فظل هذا المشهد معي وتذكرته على 2010-2011 وظل موجود عندي دائما أنه أنا سأكتب عن هذا المشهد شيء ما. في 2015 تقريبا ابتديت أفكر في أنه هذا المشهد كيف يمكن ربطه مع بعض القضايا التي كانت في ذهني التي أريد أن أعبر عنها، وبدأت عملية المعايشة والتفكير في الشخصيات وفي أحداث الرواية، ماذا يمكن أن أكتب، إلى أين تتجه. في 2017 بدأت الكتابة، هي انتهت في نهاية 2018 الرواية ونشرت. فهذا هو الأسلوب. يعني أنا الآن أكتب في رواية، لكن في ذهني مثلا غالبا الرواية القادمة، قد تكون القادمة أو التي بعدها لا أدري، هناك فكرة تتعايش في ذهني لها 3 سنوات، دائما أقرأ عنها، أبحث عن أشياء إضافية وأرتب في ذهني الشخصيات والأحداث وكذا، إلى أن أحس أني
عرفتها جيدا. يعني هناك نصيحة يقدمها أساتذتنا في الأدب مثل ماركيز ومثل نجيب محفوظ، أنه اكتبوا عما تعرفون. أنا في تقديري ما تعرف هذا ليس فقط ما تراه، إنما عليك أن تعايش هذه الشخصيات داخلك. عندما تجلس للكتابة ستكتب عن أشخاص هم غير موجودين في الحقيقة، لكن داخلك هم أشخاص أنت تعرفهم تماما، تعرف أمزجتهم، تعرف أوصافهم، تعرف ماذا يفعلون، كأنهم أشخاص أنت زاملتهم وتعاملت معهم وعشت معهم. هذه المعايشة تأخذ مني وقت. يعني كتجربة القرق أنت حاولت أن تخرج منظر هذه الجثة من دواخلك وتطرد هذه، أو يعني تفصيلة تخرج هذه الفكرة التي سيطرت عليك كليا، يعني لم يغادرك هذا المشهد. فالكتابة أحيانا هي تفريق وإراحة. هل شعرت بالراحة بعد أن كتبت عن هذه الجثة التي ظلت في طبعا بعد الكتابة بتشعر بالراحة؟ لكن دعني بس، ولأنه تعبيرك جميل جدا والكتاب يحبوا هذه التعابير دائما لأنها ترفعهم درجة. أنا المشهد لم يكن يؤرقني فاحتج أن أتعالج بأن أخرجه. أنا المشهد أعجبني فأردت أن أبيعه، أن أحكيه. أنا أعرف أنه هذا مشهد إذا أحسنت صياغته سيعجب القارئ، لكن طبعا سأحب أن يظن الناس أني كتبت ذلك لأني عايشت المشهد لسنوات طويلة وأنه أرقني وكذا. لكن عملية الكتاب هي عملية مرهقة جدا، تشعر فيها بالإحتشاد، تشعر فيها أن الأفكار والشخوص تجري في رأسك. عندما تصل إلى مرحلة النهاية أنت بشكل من الأشكال يحصل لك انهيار عاطفي وجسدي. أنا عندما انتهيت من كتابة النوم عند قدمي الجبل دخلت المستشفى حقيقة، يعني ليس لأنه عملية كانت مرهقة جدا. وقرحتي وقولوني لم يتحملوا يعني هذه المسألة. شخصيات بشكل الحافر على الحافر كما يقول، تتعايش مع شخصيات الرواية. سينمائيا تجربة سأموت في العشرين، أكيد تود أن تستمر هذه التجربة وتحويل الأعمال الأدبية إلى السينما، ومنها هذا الرواية الغرق. يعني هي تم الاتفاق مؤخرا على تحويلها إلى عمل درامي مع المنتج المصري معتز عبد الوهاب. هو الإنتاج يعني سيكون مصريا كما واضح، لكن العمل سيكون سودانيا تماما. يعني هو عندما جاءني العرض في البداية ظننت أنه ربما يريد اقتباسها، تمصيرها كذا، قال لي أنا أريدها رواية سودانية كما هي، تمثل في السودان بممثلين سودانيين كما هي، فيلم سوداني. حمور زيادة، أحيانا يعني نتابع دائما من خلال الأفلام التي تأخذ من الرواية، الراوي أو صاحب الرواية يقول لك نعم الفيلم جميل ولكنه لم يأخذ روح الرواية، ويكتب النقاد أنه تشوهت العمل الروائي في حد ذاته. عندما شاهدت تموت في العشرين ومن خلال الرواية، ما هي التحفظات التي لم تقلها من قبل؟ لا بالعكس، لم يكن عندي أي تحفظات. الصديق أمجد أبو العلاء كان حريصا جدا أنه يرسل لي دائما مسودات السيناريو في كل مراحل تطويره، وأنا كنت أرفض أن أقرأ هذا السيناريو ككاتب. كنت أحيانا أرده له وأقول له أريد أن أقرأ الآن، وأحيانا أقرأ بتحفظ شديد جدا باعتباري قارئ وأسأله بيعمل. نعم. لأنه أنا أعتقد أنه المنصة والوسيط يلعب دور في تقديم العمل، وأن المخرج لديه كامل الحق في رؤيته. إذا كنا نحن الكتاب نتحدث عن حق القارئ في التأويل ومسألة موت المؤلف، صحيح، فمن باب أولى أن يكون، صحيح، هذا الحق للمخرج وللمبدع الآخر الذي يريد أن ينتج هذا العمل في شكل فني مختلف عن مسألة الورق والحروف والقراءة، هو عمل آخر تماما، ويعني يبقى طبعا بالضبط، وليس لي حق التدخل فيه أبدا كمشاهد، حتى لو أراد أن يقلب ما قلته أنا في العمل وأراد أن يقدم به مسألة مختلفة عن قناعاتي، هذا حقه. وكمشاهد كيف شفت الفيلم كمشاهد؟ أعجبني جدا. يعني وصلنا لنهاية هذا الحوار شيخ معك الأستاذ حمور زيادة، وكنا سعداء أن تكون معنا في استديوهات مونت كارلو الدولية. ومرة أخرى مبروك هذه الجائزة التقديرية من لجنة التحكيم في معهد العالم العربي على هذه الرواية المترجمة إلى اللغة الفرنسية الغرق. شكرا جزيلا، عقبال إلى جوائز أخرى ومشاريع أدبية أخرى نقرأ لك دائما. الروائي السوداني حمور زيادة، شكرا جزيلا. ونختم نختم فقط بخبر سريع. رضا حمور زيادة سيتوجه إلى بروكسل برفقة الروائي السوداني بركة ساكن وإستيلا جايتانو في هناك ندوة أدبية حول الأدب السوداني. نشكر على هذه الجولات الأوروبية. شكرا جزيلا. هذه حقوق الدنيا صارت منيا، يا لهذه الدنيا، لا لا بل نحتاج المال كي نحيا بكرامة في كوكبنا هنا،
الفقر على ما نالا مرضاه لنا حالا سنناضل ببسالة في كوكبنا هنا تختلف الحالة. المال هنا يأتي ويذهب محض صدى في أيدي جل القادة فعاد فسادا ثرواتنا تكفي لأهل الأرض ولكن الفساد تمادى وأصبح عادة لمن تغاضى. لا لا بل نحتاج المال كي نحيا بكرامة في كوكبنا هنا الفقر على ما نالا مرضاه لنا حالا سنناضل ببسالة في كوكبنا هنا تختلف الحالة. لأقاضيهم ذهبت أشكو لقاضيهم فوجدت أني خاسر ورجعت حائر فخرجت في سلم أعبر عن رأيي ذقت العذاب أليما بدون جريمة. لأقاضيهم ذهبت أشكو لقاضيهم فوجدت أني خاسر ورجعت حائر فخرجت في سلم أعبر عن رأيي ذقت العذاب أليما بدون جريمة. لا لا نحتاج المال كي نحيا بكرامة هنا الفقر على ما نالا نرضاه لنا حالا سنناضل ببسالة كوكبنا هنا تختلف الحالة.